اليوم أنا جايت لكم بشغلة كتير حلوة، إنه هي بسيطة بس بنفس الوقت كتير بتسهل على النت. واشتريت من أمازون، كل الصبايا أكيد اشتروا من هذا التربان الجاهز اللي بيجي عليه عقدة وله من وراء مثل زمة صغيرة. أوكي، من الشغلات الحلوة بهذا التربان إنه قماشته جورجيت كتير هدلة وناعمة، وفي منه كتير ألوان، يعني فيكي تختاري اللون اللي بدك إياه. فخبرت إنه ليش لا، خليني أجرب أعمل فيه ديزاين جديد. فرح تشوفوا معي هلا ديزاين كتير حلو. انا شو رح اعمل؟ رح اعمل 3 ارباع بربع من الاشار بهالطريقه. اوكي، هيك. اوكي، رح الفه وبعدين رح اخذه من ورا. طيب، في نصيحه ثانيه، انه انا كتير بحب البس كفوف وقت اللي بساوي الحجاب، احيانا بحسه بيسحل، فبالقماش بتقدري تمسكي اسهل وبتطلعي زوايا اكثر. اوكي، استعملوا الكفوف لحتى تعملها. هي انه انا رح اعمل هذا الشكل. اوكي، اخذته بهذا الشكل. طيب، النقطة هي. اوكي، هي التربان، هذا التربان الجاهز. رح احط منه 3 ارباع بربع بهالطريقة هيك. اوكي، شوفوا هلا هي هيك بتكون. اعطيتي اول شيء لحالك مساحات للجذب الالوان. طبعا انا لابسة كحلي، إذا فيكم تشوفوا لابسة كحلي ولابسة زهر، فالكحلي والزهر كتير بيلبقوا على بعض إذا بتكسريهم بالألوان بيعطوك. ورح أجيب من ورا اللفة. أوكي، أنا لفيت هيك. هلأ رح أجيب هذا الطرف الطويل، شايفين هذا الطرف الطويل؟ أوكي، هجيبه لقدام كيف هيك، بلفه بهي الطريقة. شفتوا هي الطريقة هيك؟ هيك لفيته. هلا بتلملمي القصص كلياتها من الاطراف، واذا بدك اذا انت حابه فيكي تربطي هون تعمليه بهي الجهه. اوكي، هي الطرف هذا. هلا فيكي بقى تتحكمي فيه قد ما بدك، فيكي تربطيهم مع بعضهم هيك بشكل سمبل. اوكي، وفيكي كمان تاخديهم بهي الطريقه انك تلفيهم بشكل دائري. هلا انا حبيت هاي اللفه، حلوه يعني هيك بتطلعك شوي ناعمه.